ورون قول لهم حجبات ماف كمون ماف كمون بتاع شنو بيحفظ كمون بتاع شنو ده بيشربوه بيقرطعوه زول مشى للدكتور ادى حبوب يعلقها ولا يبلع قال لك الحبة سويت تشرب تقرطعها بسم الله وتشربها تمشي تعلقها الدوق حقنة تقعد تعلقها كذي طبعا في صدرك زاد دوز الشغلة دي وريه الحاصل شنو معقولة يا أخي القرآن الله قال عنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له شنو لحافظ القرآن الله قال لك أنا البحفظه تيجي تقول لي كمون القرآن الله قال أنا البحفظه حافظ الله فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ودع معلقنا والعريس معلق له حريرة وما بعرف وين ولقيمات كل يومين ثلاثة معقول يا ناس تصفي الدين تجعل الدين خالص لله سبحانه وتعالى تحافظ على الصلاة توحد الله تدعو الله تتوكل على الله تعتمد على الله سبحانه وتعالى وتدعو إلى الله حتى تلقى الله جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.